الطيارة طاحت بين حدود جزائرية وتونسية، ليسلكوا منها وين يدفنوا، في الحدود الجزائرية ولا تونسية؟ طاحت في الجزائر ولا طاحت في تونس؟ في الحدود بين الجزائر وتونس. صح، هما اسكو كانوا مفواياجين لتونس ولا كانوا مفواياجين للجزائر؟ دونك سافوا اسكو لي تونيزي ولا سافوا دي. نقولوا يا سيدي هذه الطيارة خرجت من الجزائر ورايحة لتونس، ومخلطة فيها الجزائريين وتوانسة. و سي اون افيون الجيريان. نقولوا الطائرة الجزائرية ودايرة ورايحة من الجزائر لتونس. نورمالمون لا ما كذبنيش ربي. بس قراب لتونس يدفنوا في تونس والعالم الله. طاحت بين الحدود الجزائريه والتونسيه، اللي سالكين منها وين يندفنوا، في تونس ولا في الجزائر؟ طائره جزائريه سكنوا في الجزائر. علاش في الجزائر؟ على حسب من تاعهم. على حسب كيفاش؟ على حسب الجنسيه تاعهم. تشوف بارفور الجنسيه. طياره طاحت بين الحدود الجزائريه والتونسيه، الناجين ولا السالكين منها يندفنوا في الحدود الجزائريه ولا التونسيه؟ طاحت بين الحدود 60 لين ما كاينش فيطيحوا بيناتهم. صحيح طاحت في الحدود خارجه من الجزائر، طاحت بين الجزائر وتونس. انت خارجه من الجزائر وما يدفنوا في الجزائر؟ تقول الجزائر. انا نقول الجزائر. وانت واش تقول؟ يدفنوا في تونس ولا الجزائر؟ في الجزائر باينه ما عندهمش باسكو انا هون كادغوا باش زعما لي تونيزيان يدفنوا هنا في الجزائر. صح عندنا حنايا اقتراح واحد ماشي زوج لازم. هي هكذا هذه هي هذا هو البياج. هذه هي فوالا باسكو قريبه لتونس يدفنوا في تونس. بيان سور. هي في السؤال الاجابه انا قلت طياره من الجزائر لتونس والسالكين منها وين يدفنوا؟ هما ديجا مسالكين. ياه الجزائر. انت تاني كي قال صاحبك الجزائر ولا انت مقتنع بلي الجزائر؟ ناتهم الحدود الجزائر كبيرة. الجزائر صافي تقولوا بين زوج الجزائر اخر كلمة. انا دخلت انا ما دخلتش حتى الحدود مي نقول الجزائر. هي كنت عاود تخمم فيها تعاود تبدل الإجابة ديالك سير. دونك بين وبين نديرهم في الحدود. نرميهم في الحدود نخليهم. دونك حنا قلنا طياره طاحت بين حدود الجزائريه والتونسيه، اللي سالكين منها وين يندفنوا؟ باسكو ساكنين في الجزائر. صحيح نقولوا مخلطه فيها ماشي غير الجزائريين هذيك الطياره. مالين نقسموا نص تونس نص الجزائر. انت تقول هكذا نص تونس؟ هذا هو الجواب. هو بلي انا قلت لك اللي سلكوا وين يندفنوا. على فيه يقولوا له لغز. هو راه الجواب في السؤال. انت قلتي لي بلي طياره جات من الجزائري طاحت في الحدود. ثم طاحت في الحدود. ما ماتوش صح؟ لا هما سافروا من الجزائر سافروا. طاحت بين حدود الجزائر وتونسيه، الناجين منها اللي سلكوا منها وين يندفنوا؟ تونس. سلكوا ما دفنوش. سمعت هذا اللي سلكوا.